اتفضلي. حلو. وريني كده يا معتز. واو، ذوقك يجنن. ميرسي يا معتز. حبيبتي. طب بالمناسبة بقى يا الحلوة دي، تعالوا ناخد سيلفي وحطها عندي على الستوري. ببلاش موضوع السيلفي ده. ليه بلاش؟ يعني طالعها ممكن يشوف الصورة. ومين قال إن أنا مش عايزاه يشوفها؟ أوكي. مساء الخير، ممكن أقابل مدام منار؟ مين حضرتك؟ ريم، مدام المهندس معتز. اتفضلي. كويس ان انت هنا، يعني اللي بلغتني ما كانتش بتكذب. انت بتعملي ايه هنا؟ جاي اشوف واتفرج على البيت اللي مش مكفيه اللي عنده، وكل شويه يعرف واحده عشان يقلبها ويشفط فلوسها. كدابه انتي، كدابه، اطلعي بره. اوكي، بس يا ريت بقى ما تجيش زي كل مره وتبوس ايدي ورجلي عشان خاطر اسامحك. من فضلك يا مدام، الكلام ده ما يتقالش في بيتي. امال يتقال فين؟ لما يجيلك ويقولك ان هو هيتجوز، حضرتك بقى حره تقعدي معاه او تاخدي حقوقك وتتطلقي. اتطلق؟ والله لو يقدر يعملها يا مدام يتفضل يوريني. اطلعي بره، بره. مش قبل ما العروسه الجديده تعرف انها لا اول ولا اخر ضحيه. طب بما انك عارفه كل بلاويه ومشاكله كده، ايه اللي مخليكي متحمله ومكمله معاه؟ ما قلتلك كل مره بيجي يعيط لي ويقول لي سامحيني اخر مره، وانا بعمل نفسي مصدقاه واقول بلاش فضايح عشان خاطر ابننا. ايه مالك مكسوف من ايه؟ مكسوف ان انت عندك ابن على وش جواز؟ اللي قدامك ده قريب قوي هيبقى جده، ولا انت ايه بتحبي الشوجر دادي؟ لا بقى، ده كده كتير قوي. من فضلك يا معتز اتصرف مع الست دي. يا ريم، انت مش قلتي كل اللي عندك؟ استنيني بره. اوكي، هستناك زي كل مره، بس المره دي بابي هيكون مستنيك معايا. ويا ريت تبقى تعرفه مين بابي. انت بتهدديني. طب بره يا ريم. حصلها يا معتز. نعم. حصلها يا معتز، مش عايز اشوف وشك في البيت ده تاني. ايه يا منار؟ ما احنا عارفين ان هو متجوز، ايه الجديد يعني؟ مفيش اي جديد يا ماما، انا اصلا عمري ما حبيته ولا كنت بقبله ولا كان عندي اي نيه نتجوزه. انا كنت بس بعاند مع نفسي. دلوقتي تقدر تتفضل يا معتز، اطلع بره، اطلع بره. اوكي يا حبيبتي، انا هسيبك تقفي ونتكلم بعدين. لا بقى، الظاهر الواقعه اثرت على نافوخك. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.